أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرضكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تنطونا أراءكم بالمواضيع اللي إحنا راح نطرحها لكم أو المواضيع اللي أنتوا تردون تحجون بها. أرقام البرنامج أسفل الشاشة ظهرت، اللي يقدر يتصل بينا أي رقم من ذني أرقام يقدر يتصل، واللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب يقدر يدزلنا رسالة على برنامج الواتساب توصلنا إن شاء الله للحلقة، نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي ملفاتنا، وأول ملف ويانا هو ملف الانفلات الأمني اللي موجود بالعراق بوقت تدعي به الحكومة سيطرتها على المشهد الأمني، بوقت أكو بالعراق هواية من الأجهزة الأمنية اللي يشتغلون بها مئات الآلاف من العناصر المنتسبين، والمشهد بعد سوداوي ومخيف للأبناء العامة أو مثل ما يسموهم العراقيين إلى ولد الخائبة. نبدأ من محافظة البصرة اللي اليوم تم بها استهداف منزل شقيق محافظ البصرة الأسبق إسماعيل مصبح الوائلي بعبوة ناسفة فجر اليوم، الاستهداف اللي تسبب بأضرار مادية بالبيت وبسيارة الوائلي من دون وقوع أضرار بشرية. معلومات تقول أن إسماعيل مصبح الوائلي تلقى تهديدات بالفترة الأخيرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وهذا فيديو الاستهداف. استهدافات إلى سياسيين، إلى صحفيين، إلى ناشطين ما زالت مستمرة على قدم وساقب هذا البلد اللي به آلاف من الهيئات والعناصر الأمنية اللي يشتغلون لخدمة المواطن. الانفلات الأمني الموجود بالعراق مو طبيعي، لدرجة أن المواطن من محافظة النجف بيمشي بالشارع بأمان الله وفجأة يجي شخص يحاول يبوق التليفون المحمول أو الخلوي أو الموبايل اللي هو شايله بوضح النهار. هذا اللي وثقته إلنا كاميرا مراقبة بشارع من شوارع النجف. مثل ما تلاحظون مشاهدينا الكرام، أبو الدراجة افتر صعد على الرصيف، المواطن هنا لازم تليفون أو ديحج تليفون، وكان دي خابر أبو الدراجة صار بصفة جر التليفون والله اشرد. الفيديو ده ينعاد مرة ثانية، هذا أبو الدراجة صعد على الرصيف ده يمشي بصفة، وصل لي يمه مد إيده هنانة جر التليفون ونزل من الرصيف وفلت. هذا المشهد بالعراق اللي بيه هواية من الهيئات اللي تقول احنا موجودين لخدمة المواطن، احنا موجودين للدفاع عن حق المواطن، احنا موجودين للدفاع عن أملاك المواطن. إذا حكينا على الانفلات الأمني، طبعاً مو بعيدة يطلع لك هذا واحد المنتسبين في وزارة الداخلية حال الاغتيال الناشط هشام الهاشمي أو الاغتيالات اللي صارت بحق الناشطين. إذا حكينا عن الانفلات الأمني فأكيد لازم نحكي عن جرائم الاغتيالات والقتل والتسليب اللي صارت مسلسل ما ينتهي. همينا بالنجف هنا عندنا فيديو لاغتيال الشاب مصطفى العامري بمشهد يعكس لكم حجم الانفلات الأمني والقوى الحكومية اللي تتبجح ليل نهار بحجم سيطرتها الأمنية وحجم سيطرة القوات الأمنية اللي مدى نفتهم شنو فائدة وجودهم لحد هاي اللحظة، والجرائم بالعراق مستمرة وهاي واحدة من الجرائم الجديدة. مثل ما تلاحظون كان واقف بباب البيت واحد دق الباب ختله ورا الباب، طلع الشاب هو مصطفى العامري صاح منو دق لي الباب او منو موجود او منو يريدني، طلع له من الختله ضربه طلقتين عذرا من المصطلح كوامه بالشارع وراح. شاب بالنسبه الى سياسيين العراق بعمر الورود، وشاب من الممكن عنده فضل على العراق اكثر من السياسيين كلهم من 2003 لحد هاي اللحظه. إذا حكينا عن جرائم الاغتيالات
والقتل. همينا عندنا مقطع ثاني لقيناه لكم بس بالعاصمة الحبيبة بغداد، محاولة اغتيال أحد وجهاء منطقة الكاظمية بشارع المشاط بالعاصمة بغداد. السؤال اللي ينطرح هنا، شنو دور القوات التابعة إلى وزارة الداخلية من شرطة وشرطة اتحادية إلى باقي القوات الأمنية اللي هي من المفترض أنه تسهر خدمة للمواطن، ومحاولة منها أن تقلل قدر الإمكان عدد هاي الجرائم حتى تختفي من المجتمع والناس تعيش بأمان وراحة؟ خلونا نشوف. شريد هسه كو صورة ايه هاي رجعة من جوز سيدك المريض؟ اختار البطرمان؟ اي وين راي محمد؟ برا طبعا فتحات رفيد هذا؟ تريد احول لك هذا الفيديو؟ لا ما يفيد هذا لازم تشتغل الجرائم الالكترونية. لا والقوات الأمنية قاعدين تريد احول لك ثاني فيديو وثالث فيديو ورابع فيديو. هي مو بعدد الفيديوهات، هي يعني عرفتهم انتم شنو شغلكم؟ شغلكم تشوفون فيديوهات ورا الجريمه بس؟ شغلكم تشوفون فيديوهات شلون فلان انقتل وشلون فلان انضرب وشلون فلان حاولوا يقتلوا؟ لو شغلكم انه انا اللي اعرفه انه الشرطه شغلها انه تدور على الجريمه قبل حدوثها. اكو شيء اسمه استخبارات، شنو دور الاستخبارات ما ادري. اكو شيء اسمه مخابرات، شنو دورها ما ادري. اكو شيء اسمه شرطه، شنو دورها ما ادري. اكو اجهزه امنيه لها دور، شنو دورها ما ادري. المفروض ان كلهن يشتغلن قبل ما تصير هاي الجريمه. الناس لازم تعرف انه اكو ناس تدافع عنهم، وان صارت جريمه يقول لك احنا نعتذر بس نجيب لك حقك. بس عندنا جرائم وناس وراحت هدر دمها، لحد الان لحد شاف جاني بالقضاء ولحد شاف واحد من الناس اللي سببوا باغتيالات وسببوا بانفلات امني، ولحد الآن جرائم مستمرة. بما أنه إحنا دا نحكي عن الانفلات الأمني وذكرنا سرقات واستهدافات وعبوات وقتل واغتيالات، فأكيد النزاعات العشائرية لازم همينا إلها حصة ولازم تكون موجودة بحلقتنا هاي. النزاعات العشائرية اللي وصفها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أنه أي نزاع عشائري حال حال أي عملية إرهابية ويدخل تحت قائمة الإرهاب. لكن ما انتهت النزاعات العشائرية، فلقينا لكم نزاع عشائري مسلح نشب بين عشيرتين بمنطقة الدسيم شرق بغداد، وأنباء عن مقتل شخص وإصابة آخر. المشكلة لما نشوف أي فيديو إلى أي نزع عشائري ونباوع على السماء، ذكرنا بأيام ما نريد نتذكرها، أيام الحرب وضربوا طلقات وطاب وطيب وطقات وما أعرف شنو. شنو ذنب الناس وشنو ذنب الجهاد وشنو ذنب العالم اللي عايشة بالبيوت اللي موجودة بهاي المنطقة اللي نشب بها نزع عشائري؟ شنو ذنب الناس إنه أكو إطلاقات انشمرت وما نعرف إيش قد عدد الإطلاقات اللي وقعت على رؤوس الناس وسببت بفتح بيوت عزاء وفواتح بسبب نزاع عشائري من الممكن أن يكون سببه سخيف جدا؟ وشنو ذنب الناس تعيش بخوف علما أنه هاي الناس عاشت بخوف أكبر، ولازم دول اللي قاعدين بالعراق يفكرون ينسوهم الخوف مال 2003 وخوف القصف الأمريكي اللي صار على العراق بال 2003 واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، وهاي الأصوات اللي ما صدقت الناس تخلص من عندها. بس بال 2023 لحد الآن هاي الأصوات موجودة بالعراق والرمي والإطلاقات الحية. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع من فيسبوك. حيدر الحسناوي يقول: حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم وكل طاغي وعلى حكومة الأحزاب. رائد الجميلي يقول: النجف عبارة عن غابة ومسرح للجريمة وكأنما لا يوجد فيها أي أمن.
ومحمد العواد يقول دولة غير قادرة على حماية الناس لا خير فيها، أصبح الوضع على شكل غابة للوحوش. علي سلام السمراوي يقول بلد عصابات وأحزاب فاسدة، بعد شلون يستقر البلد؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كانت هاي تغريدة تعليقات الناس حول هذا الموضوع اللي هو حجم الانفلات الأمني اللي موجود بالعراق. وأول اتصال بحلقة اليوم عبد الرزاق من بابل، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أفل، بالبداية أحب أهنيك وأهني كافة العاملين في قناة الرافدين، هذه القناة اللي تحمل رسالة، ورسالة هي الفقراء بالأصح، يعني نبارك لها تأسيسها ومتمني لها مزيد من التقدم والتألق. الله يبارك بعمرك. أستاذ أفل، بالنسبة للسلوكيات اللي شفناها من قتيل وغيرها من الأمور، هذه ترى دخيلة على الشعب العراقي. نعم. بعد 2003 عندما جت هذه الحكومات اللي جابها المحتل قضت على كل شيء جميل بهذا البلد. نعم. واهم شيء اللي قضت عليه هي هذه الطبقه السياسيه، هي المنظومه الاخلاقيه بالمجتمع العراقي. انت تعرف كل الزين، المجتمع العراقي مجتمع يضرب به المثل بالأخلاق بالغيرة. إحنا يا أستاذ أفل، أنت وأنا وكثير من العراقيين طلعوا وشافوا، صدقني يا أستاذ أفل، ماكو أطيب من الشعب العراقي بالنخوة بالغيرة بالتعاون بكلش. لكنه بعد 2003 هذه التصرفات وهذه السلوكيات من قبل الأفراد بالشارع العراقي هي دخيلة ومستوردة للشعب العراقي. فالعتب مالتي وين الأجهزة الأمنية؟ الأجهزة الأمنية شنو دورها؟ شنو عملها؟ إحنا شقد عدد لي الأجهزة الأمنية شقد؟ يعني ما تقدر تفرض الأمن، ما تقدر تفرض الأمن لعد هاي الرواتب يا أخي، بمكان ما إذا ما عندك أنت أجهزة أمنية. وهذه يعني عبد الرزاق، وأنت بتحكي ذكرتني، يعني كان العراق بالستينات وبالسبعينات تتذكر أو سامع أنه كانوا الشقاوات موجودين بالمناطق. نعم. زين، كانوا الناس خصوصا الهتليه بذاك الوقت يقول لذيك المنطقه ما اندق بيها او ما اطب بذيك المنطقه، ذيك بحمايه الشقاوي ابن فلانه او ابن فلان او ابو فلان، فيخافون من الشقاوه ويخافون من الامن والشرطه، فما يندقون بها لانه كانت اكو وسيلتين للامن. زين، بالعراق تتوقع يعني من المفترض ان الشقاوات يرجعون حتى يرجعون الامن للمناطق؟ شوف استاذ أفل، جاز لا أنا ولا أنت وعينا على الشقاوات، ما شفنا بس قرينا عنهم. نعم. وهي هذه يعني الشقاوات إحنا ما نقدر، هو الاثنين سواء هذه التصرفات مع الميليشيات الأحزاب والشقاوات هي خارج عن القانون بالتأكيد، بس يعني كانوا قبل عايشين بأمان. هسه حتى ماكو ما عايشين ما بأمان. لا، ما نقدر، هو ما زال خارج عن القانون، ماكو أمان. أي شيء يخرج عن القانون أنت تقول هذه حكومة الغاب. فإحنا مري نطالب الأخوة بالحكومة بالأجهزة الأمنية أن يحمون أرواح العراقيين. زين، الحل أرواح العراقيين الحل هو يعني طالب رئيس الوزراء ورئيس الحكومة أن لا يكون مكتوف الأيدي، أن يتحرك لحماية أرواح العراقيين، لأنه قطرة دم عراقي يعني تهدر ويعني تسفك تساوي كل الطبقة السياسية. فالمفروض على رئيس الوزراء أن لا يسترخص روح عراقي واحد، الكل العراقيين هم غاليين، وكل العراقيين لهم معزة ولهم احترامهم، فعلى هو مؤتمن يوم القيامة على أرواح العراقيين. نعم. فلا يسترخص أرواح العراقيين. تحياتي لك. شكرا 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 لك أخ عبد الرزاق، ونتمنى من محمد الشيعة السوداني اللي ماخذ منصب رئاسة مجلس الوزراء أنه يقدر ينفذ هذا الشيء، أو يكون هو ذو إرادة أو ذو قرار سياسي بحيث يحمي المواطنين. قضية المعتقلين بالعراق قضية عويصة، ماكو لا وزير داخلية ولا عدل ولا رئيس وزراء يريد حلها، ولا حتى رئيس برلمان ولا رئيس جمهورية، ولهذا الناس تناشد بكل فترة وفترة، بلكت واحد يسمعهم ويقرون لهم قانون العفو العام حتى ولدهم يطلعون، خصوصاً الأبرياء اللي ما أدري ليش هم موجودين بالسجون والحد هاي اللحظة.
عندنا مناشدة ذوي المعتقلين بسجن التاجي يطالبون بها بالإفراج عن ولدهم الأبرياء، وبحسب الناس والأهالي فهم ممنوعين من مواجهة أبنائهم، وهاي مخالفة للقانون لأنه أنت ما تقدر تمنع السجين أن يشوف أهله. والقوة المكلفة بحماية السجن اللي هم من الشرطة الاتحادية تبتزهم، وهاي مخالفة قانونية ثانية. وأكدوا بعضهم أنهم تعرضوا إلى أمور لا أخلاقية وهاي بها مخالفتين قانونية. ناهيكم عن التجاوزات والسب والشتم والإذلال من قبل القائمين على السجن، وطالبوا الأهالي بمتابعة الموضوع من قبل الجهات المعنية حتى تنهي لهم هاي الاستخدامات من الأساليب الانتقامية ضد المعتقلين وذويهم. خلونا نشوف. هاي احنا بالضيف حالنا، هاي ماتوا بالضيف حالنا، عجب ما شو مسوين بيهم جوا ظالمين بيهم. هاي حالتنا نوقف لا اكل لا شيء لا تعال ايش ما يوصل لهم. على هاي القبالين والمرض اصلا ما حد جرب جبتني جرب واحنا جرب حتى احنا العلاج حتى صاير مش مستعد حتى كنا بابا تليفوني حاضر بالدور اللي موجودين اغلبهم نساء، واذا لاحظتوا بالواقفين اكو اطفال وجهال وبنات اللي جاي تشوف ابوها او اللي جاي تشوف اخوها. نرجع ونقول انه السجن هو عباره عن مؤسسه اصلاحيه، هاي رقم واحد. لازم وزير العدل والداخليه ورئيس الوزراء واللي موجودين من الشرطه الاتحاديه يفهمون هاي النقطه. رقم اثنين، السجن مو للبري، السجن للمتهم واللي يثبت عليه الجرم. رقم ثلاثة، ماكو قضاء يعتمد الاعترافات اللي انتزعت من التعذيب، لأنه سجن غوانتانامو اللي سجنوا به إرهابيين دوليين منعوا به استخدامات أساليب للتعذيب، وبالعراق يستخدمون التعذيب ويعترفون بالاعترافات اللي ياخذوها من الناس على ضوء التعذيب. وحكوا لكم الناس مثل ما سمعتوا سعر البيضة بيش أو الجداحة، ودشوفون شلون التعامل. وهاي أكثر من فترة وفترة يطلع لنا شخص ويحكي لنا معاناة ذوي المعتقلين مع القائمين على السجون بالعراق. تضامنا ويا أهالي المعتقلين طلعوا متظاهرين نجف وطالبوا بإقرار قانون العفو العام عن المعتقلين بأسرع وقت ممكن، وأن يرحمون الناس. وطالبوا المتظاهرين من النجف الناس أن تتجمع يوم الجمعة اللي راح يوافق 28 نيسان من هذا الشهر سنة 2023، ويتظاهرون بساحة التحرير حتى تكون قضية العفو العام مطلب جماهيري. عسى ولعل أحد يسمعهم ويجيب مطلبهم. اليوم من أرض النجف الحبيبة أخوانكم وأهلكم مساندين لعوائل السجناء، موعد تظاهرتنا 28 ورا العيد إن شاء الله. هسه كان بها إذا أرضوا عفو إن شاء الله الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الحال وكتبت تعليقات حول هذا الموضوع. أول تعليق ويانا من فيسبوك أبو أمير حسام يقول نطالب بالعفو العام عن السجناء المظلومين يا رب العالمين.
وأم وليد، قانون العفو العام هو أهم من كل قوانين الأبرياء والمظلومين مالين السجون ظلم. ومحمد مخلف الدليمي يقول أطلقوا العفو العام عن الأبرياء والمظلومين يا رئيس الوزراء، ألا تهتز مشاعرك على نحيب الأمهات والزوجات. خالد العبيد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشعب العراقي يطالب الحكومة بقانون العفو العام لإخراج المعتقلين الأبرياء. وأنا أرجع وأعلق على هاي النقطة بالنسبة إلى الأبرياء، الأبرياء ما يحتاجون قانون حتى يطلعوهم من السجون. الأبرياء لازم يطلعون بدون قانون وبدون أي ما واحد يحكي وياهم كلمة. اللي يطلع بري يفتح الباب ويطلع. أما قانون العفو العام من المفترض، وكانت هكذا تعمل الدول وأكثر الدول تشتغل بهذا الشيء بمناسبات الأعياد وغيرها، طلع قانون العفو العام حتى تخرج المذنبين اللي سووا جرم صغير، سرقة غيرها غيرها غيرها. أما العقوبات الكبيرة، الإرهاب وتهديد أمن الدولة، كانت ما تدخل في قانون العفو العام. أما قانون العفو العام اللي دي يطالبون بالعراقيين عن الأبرياء، تخيل أنه عندك بريء مسجون وأنت تطالب بعفو عام لهذا البريء اللي ما مسوي شيء حتى طلع من السجن لأنه اللي ساجنه ما يريد يطلعه. أبو عمر من الناصرية حياك الله. السلام عليكم عم أفل، رمضان كريم علينا وعليك. الله أكرم علينا وعليك إن شاء الله يا رب. بشر كادركم أنا، شلونك عمي؟ هلا بيك يا غالي. والله أنا متعجب يعني هذا على البلاد هذا. نعم. يعني ماكو عفو عام عليها، الدول هاي يعني كل سنة يطون عفو عام. يعني نعم. ناس أبرياء، يعني أبرياء بالسجون، يعني هذا شهر رمضان وهن خطية تعبانين، يعني بين فترة وفترة يجون، يعني حتى زيارتهم صعبة عليهم. نعم. يعني أنتوا ما تخافون من الله، لأن هذا الله 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 ما تخافون عنده. يعني شيء يعني مشكله انتم والله العظيم مشكله. زين خافوا الله، عم خافوا الله. زين هاي لو ولدكم بالسجون جا خليتهم دقيقه؟ لا والله عم دقيقه ما خليتهم. انت شيع السوداني، انت مو رئيس وزراء، انت رئيس وزراء حديد عم طنطال. عمي كافي كافي كافي، ظلم ظلم، هذا ظلم ظلم. البريء 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 يطلع، البريء انا لا ادري بيه البريء يطلع. يعني هسه هاي الامم المتحده، هاي حقوق الانسان، هاي بلاد خاص الله ينتقم منها ان شاء الله، لا يوفقها الله لا ينطيها. هاي البوله بالتلبوله زين، ولا هاي من رشاوي يا رشوش، ويعني خذيتي ليك فيش كل ما تجي تاخذين ليك فيش وترحين زين ولا. انت ما شفت، ما شفت السجون، ما شفت العالم هاي المظلومه، العالم المهجره، العالم المخطوفه، العالم المقتوله زين ولا. زين ثورة تجرين 800 شهيد و30 ألف جريح، وشكم هاي وين صار بيا دولة؟ أرد أشوف بيا دولة يا جماعة، بيا دولة. خلي اسمع لي محمد جاح السوداني، زين أنتو شنو، أنتو أنتو شنو من بشر؟ يعني والله العظيم يعني أعجز، يعني تعجز معكم الأوصاف. استحوا عيب، كافي كافي، أنتو كافي يعني أمركم وبديكم. والله العظيم شو قلوا لكم إيران جاي تنفذون؟ نعم. أنتو شو تقول لكم إيران جاي تنفذون؟ أنتو انتو شنو يعني، انتو اجنداء لهم، اجنداء امريكا واسرائيل، شو تنفذ؟ نعم. يعني انت تسوي اللي عليك زين لو لا. انتو جبتوا الابرياء منا لبيتهم بالسجون، حرمتوا اهاليهم منعتهم، ليش هذا شهر رمضان؟ استحوا عيب، كافي عيب عيب، استحوا كافي كافي. انتو ما تستحون، انتو ما تخجلون، قلونا لا انتو ما تخجلون. يعني انت من يوم الا والله ما ادري، الله شاهد وحق، هذا الله زين لو لا، من يوم الا انتو ما ادري. زين كافي عيب عليكم، استحوا استحوا، العراق كله بعتوا كيف؟ كافي نعم كافي كافي كافي. يعني هذا هاي كله على حساب جيوبكم الخاصة، كافي دمرتوا الشعب، عيب نعم عيب بكم عيب. ماكو شيء دول ترى، ماكو، بس احنا بالعراق انتم مظلومين. نعم زين لو لا، احنا ما مظلومين، احنا ما مظلومين، احنا ثورة ما مظلومين. ان شاء الله ان شاء الله ننتصر عليكم بجا هذا شهر رمضان، شهر الطاعة والغفران، وينتقم من عندكم ان شاء الله. اريد انتقام العادل كلكم، انتم كلكم ايكم، اللهم ينتقم منكم ان شاء الله. نعم. الله ينتقم، والله لا يوفقك يا محمد الشيعي، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، والله لا ينطيك زين. السلام عليكم. شكرا شكرا لك ابو عمر. الى متى يبقى حال اصحاب الشهادات العليا الاوائل يتظاهرون ويعانون من اجل حقوقهم؟ هذا هو التساؤل الاوحد اللي موجود على لسان
كل خريج اليوم بالعراق اللي وصلت أعدادهم إلى عشرات الآلاف واللي ما لاقين لا شغل ولا عمل ولا واحد ينطيهم حق من حقوقهم لهذا الخريجين مستمرين بتظاهراتهم. وعندنا تظاهرة للخريجين العشرة الأوائل من أصحاب التسلسل من الرابع إلى العاشر عفواً على تخصصاتهم اللي طلعوا حتى يطالبون بالإنصاف ويا أقرانهم وأن يتم شمولهم بالتعيين في موازنة 2023. خرجنا بتظاهرات واضحة، اليوم خرجت مسيرة واضحة، اليوم طلبنا الرئيسي تعديل قانون 67 لسنة 2017، طلبنا الرئيسي تعديل هذه المادة وشمولنا بالتعيين اسوة وباقي ثلاثة الأوائل، اليوم طلبنا واضحة، اليوم خرجنا وقف احتجاجية سير ورا جميع محافظات العراق من الشمال للجنوب، اجتمعنا جميع محافظات العراق وطالبة بإنصاف خريجين العشرة الأوائل. اليوم احنا 16 سنة اتعبنا اجتهدنا درسنا حققنا نجاح، هذا النجاح اللي تستثمره في بناء العراق. اليوم احنا نطالب بإنصافنا بقية الاختصاصات أسوة بالطب وباقي الاختصاصات. اليوم احنا صاد عندنا وقفة احتجاجية، باقي الأيام راح تكون هنالك اعتصامات، راح نفرش خير، راح ننام، راح نخلي جهدنا كله وين بالاعتصامات، راح ننام، راح نجي من جميع محافظات العراق. أريد أسأل سؤال بالنسبة إلى العشرة الأوائل، أكو جامعات بالعراق وعددهن هواية مو قليل، كانوا الثلاثة خريجين الأوائل من كل كلية يتعينون معيدين بالكلية حتى يكونون لبنة للمستقبل وأساس للمستقبل أنه يدرسون ماجستير ودكتوراه حتى يصيرون أساتذة بهاي الكليات، لأنه الأستاذ اللي موجود بالجامعة ما راح يعبد ولا راح يخلد، هذا حال الدنيا لكل إنسان عمره يوقف، فلازم أكو بديل عنه، هاي رقم واحد. زين باقي المؤسسات وباقي الدوائر وباقي الوزارات وغيرها 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 وغيرها، معقولة ما تقدر تستوعب العشرة الخريجين الأوائل من كل تخصص؟ زين العشرة الخريجين الأوائل من كلية الطب مثلا معقولة ما يقدرون يستوعبون بالمستشفيات اللي لحد الآن بس مباني وما بها كادر طبي؟ بس جاوبوني على هذا التساؤل. أنا ما أحكي ويا الناس ويا السياسي، ليش تخلون الخريج هذا حاله؟ وليش الخريج ما يلقى شغل أصلا؟ الخريج من محافظة بابل دعا الناس أن يطلعون بمظاهرات حاجدة يوم الخميس الجاي الموافق 13/4/2023 قدام مبنى مجلس المحافظة، بلكت يضغطون على الجهات الإدارية حتى يسرعونهم جرد النقص الحاصل بالكوادر التدريسية ويرفدون الخريجين والإداريين بالمدارس والمعاهد. خلونا نشوف. انت صار لك سنتين واقف وياي بالساحه وبابل كلها هسه اي واحد وقفه بالشارع، قلنا شكو اليوم مظاهرات، يقول لك الخريجين واقفين لليوم ما حد انصفهم. هي مو حزوره لو النائب ما يعرفها، لو المسؤول الفلاني ما يعرفها، لو المحافظ، لو مدير التربيه، لو وزير التربيه. بشرفك يعني نواب بابل والمحافظ ومسؤولين بابل البارحه وزير التربيه يومكم بمحافظتكم ما تقدر تلتقي ويا مجموعه من المتظاهرين وتقول لهم هذول صار سنتين واقفين بالشارع انصفهم. انت مو مسؤول، انت مو تمثلني، تمثلني لا ما تمثلني. انت ذا المظاهرات واقفه بالشارع صار لها سنتين وانت ولا اذن صاغيه ولا تباوع ولا تدربينا وين احنا. زين مو عيب، احنا عندنا 17 نائب في بابل، 17 نائب ثق بالله يضحكون علينا. فهاي اخر رساله للنواب، اخر رساله واخر مناشده، توقفون ويانا وتقولون احنا نمثلكم وانتم ابنائنا واحنا نريد نسعى في العمليه التربويه ونرفع بالواقع التربوي في محافظه بابل، واحنا النقص موجود عندنا شغلتنا دستوريه، اكو نقص بابل واكو احنا من عين المحاضرين، عيننا اداريين اكثر من محاضرين استاذ علي، هم يدرون واحنا والمحاضرين نفسهم والاداريين نفسهم يدرون هذا الشيء، والمحافظه تدري ومدير التربيه يعرف هذا الشيء، هذا واقع بابل، عيننا اداريين، احنا ما اسعفنا العمليه التربويه بخريجين تربويين، اسعفناها باداريين كتاب وحرفيين وعامل خدمه وغيره، نحتاج كوادر. احنا شرين، احنا نريد خريج تربوي يسعى في العمليه التربويه. أنتوا تعرفون أنه هذا الفيديو أكو بيه مصيبة؟ والله أكو بيه مصيبة، مصيبة هاي القطعة،
هاي القطعة مكتوب بها سألني طفل إذا كان هذا حالكم وأنتم خريجون فلماذا أدرس وكيف سيكون حالي؟ هاي مصيبة. تخيل الجاهل اللي هو رجل المستقبل، هم بنات المستقبل الجهال الموجودين حاليا، لما نشوف حال الخريج وهذا التساؤل الموجود عنده، شنو مستقبل البلد؟ بما أنه عندنا تظاهرات فلازم القوات الأمنية لها بصمتها، لازم تكون موجودة، واللي بصمتها معروفة للكل. فعندنا مواطن يحكي لنا عن الانتهاكات والقمع اللي دا يتعرض إلى الخريجين من قبل القوات الحكومية خلال التظاهرات اللي طلعت والطالب بحقوقهم، ما طالبوا بشي زيادة عن حقوقهم اللي هو أول حق بالتعيين. الخريجين الغير محاضرين خرجوا من أجل المطالبة بحقوقهم المسلوبة، ولكنهم يتعرضوا للقمع وخصوصا في محافظة النجف وفي الديوانية. تعرضوا للقمع من قبل أدوات السلطة. هؤلاء الخريجين سهروا الليالي وتعبوا وعانوا ما عانوا من أجل الحصول على شهادة تميزهم عن الباقي، ولكن يخرج إليهم ويقمعهم من لا يقيم وزنا للشهادة، من لا يقيم وزنا للعلم، من لا يقيم وزنا للأدب والأخلاق. ومن الممكن يقمعهم من لا يمتلك شهادة، واللي القائد مات لا يمتلك شهادة، واللي القائد الأعلى مات هم لا يمتلك شهادة، واللي وزيره هم ما عنده شهادة أو عنده جايبها بالتزوير. رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقت على هذا الموضوع. أول تعليق من فيسبوك ويانا من فاطمة حسن تقول: نحن خريجين 10 الأوائل نطالبكم بالإنصاف، وذلك بالإضافة فقرة لتعيين 10 الأوائل على الأقسام والكليات في الموازنة أسوة ب3 الأوائل، نحن شريحة مظلومة مسلوبة الحقوق. وزينب عبد تقول: إلى أصحاب الغيرة والضمير من السادة النواب، المعلم أساس المجتمع والعمود الفقري للعملية التربوية، يجب إضافة فقرة لنا في موازنة 2023 وفتح باب التعاقد معنا كرامة لأعمارنا وخدمة لأبنائكم الخريجين. منتظر تليل يقول: غدا تأتي الانتخابات والمحافظة التي لا تأخذ عبرة من موقف أبنائها الخريجين الذين رمتهم الحكومة على الأرصفة وتعتكف عن انتخاب الفاسدين لا خير فيها ولا في سكانها. متيم يقول: نطالب بإنصافنا كخريجين متظاهرين، مضى على تظاهراتنا السامية 2 ودخلنا عامنا 3. وعندنا اتصال أبو سمية من الأنبار، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أصبح معروفا لدى كل صاحب شهادة أن العراق أصبح مقبرة الكفاءة، أصبح مقبرة الكفاءات، وهذا لا يخفى على كل صاحب شهادة وصاحب وظيفة شريفة. أخي الكريم، المتظاهرون ما طالبوا بشيء فائض عن حقهم، هم عندهم خدمات وعندهم شهادات، يريدون أن يخدموا هذا البلد مقابل راتب يستحقونه. كيف لو طالبوا، كيف لو كانوا لاجئين وطالبوكم برواتب لكي يستعينوا بها على غلاء المعيشة؟ القمع الذي يتعرض له المتظاهرون من الخريجين هو أقصى أنواع القمع. لماذا؟ لأنك لا تقمع بربر ولا تقمع ناس متمردين أو متفلتين عن القانون، أنت تقمع أصحاب شهادات، وهذه وصمة عار في جبين هذه الحكومة التي صدعت رؤوسنا بقولها بانتقادها للنظام السابق وبالقمع وبالمقابر الجماعية، وهي قد فعلت من المقابر الجماعية وفعلت من القمع ما يشهد به العالم ويشهد به العراقيون. إذا أخي الكريم، نتكلم عن طلاب المستقبل، عن الأطفال الذين سيكونون رجال المستقبل بالغد، هم يريدون فعلا أن يقتلوا المستقبل لهذا الشعب بأن يجعلوا الطفل ييأس من حكومتهم ولا يتأمل وظيفة فييأس ويترك الدراسة. وشكرا للبرنامج. شكرا، شكرا لك أبو سمين. عندنا مواطن ينتقد عمليات الإعمار بالمناطق السكنية بالعاصمة العراقية الحبيبة، عاصمة الرشيد اللي ما صارت بها أي شيء رشيد، بغداد تحديدا منطقة العامرية بشارع السفارات الرئيسي. بدأت عمليات الحفر بهذا الشارع من بداية شهر تشرين الثاني
يعني شهر 11 لسنة 2022، ولحد هاي اللحظة كسروا وفلشوا وغلقوا مجاري الصرف الصحي بالشارع، حفروا هدموا قدام بيوت الناس والأرصفة اللي موجودة، والناس هسه ما تقدر توصل إلى بيوتها، وحرموهم من هذا الحق على الرغم من المناشدات الكثيرة لأهالي المنطقة، إلا أنه ما لقت أي استجابة من قبل الجهات المعنية. فعدنا هذا الانتقاد، خلينا نشوفه سوا. هاي حقيقة اللي قاعد يصير، هاي الحقيقة اللي قاعد يصير. هذا شارع السفارات الرئيسي في منطقة العامرية، بدأت الحفريات به بشهر 11/2022. طبعا المواطنين الحفريات، المواطن لا يقدر يدخل بابيته، تعال صور لي هاي. هسه إذا هو نفس المقاول اللي لازم هذا الموضوع اللي متبني نفسه يقبل على نفسه أو والدته أو أخته أو بنته أن يعبروني، شلون يدخلوا للبيت؟ شلون يدخلوا للبيت؟ طبعاً ناشدناهم أكثر من مرة أن يعجلون بهاي العمليات، توقف العمل أكثر من مرة بحجة أنه المقاول ما متم لصرف مبالغ من قبل الدولة. لا أحد يقبل ينطي اسم المقاول، ولا أكو فد قطعة تعريفية يقولون إنه فلان شركة قاعدة تشتغل بعمليات الإعمار في منطقة العامرية. هذا شارع السفارات، أردت تمشين وده تعطون فكرة عن العراق للأجانب اللي يجون للعراق حتى يطبون للسفارات إنه لا تجون بعد. هذا الوضع المأساوي الموجود بالعراق، وأريد أقولهم الأبناء العامرية، تعرفون أنتوا بالأفلام التاريخية القديمة كانت القلاع اللي يبنوها الملوك وغيرها، أكو خندق ماء دائر مدار القلعة حتى لا أحد يطب له، وأكو جسر بعتلة ينزلون الجسر يطلعون بعتلة يشيلون الجسر بعد ما حد يطب. فاللي يريد يطب بسيارته ويطلعها من الجراج خلي يبني له هذا الجسر. من عندي هاي فكرة، لأنه شكلهم إذا هم من الدعش لهسه بعدهم حافرين وكل شيء ما مسوين، الله يعلم إيش وقت يكملون. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع. أول تعليق موجود ويانا من خطاب الشحاذ يقول: نحن سكنة حي حطين، كذلك الحفريات جعلت التبليط خارج عن الخدمة. إبراهيم الراوي: فعلا معاناة جديد جدا كبيرة، حيصير سنة على هالحال، خاصة أكو مدرسة وروضة بنفس الشارع، يا ريت لو تلقون حل لهالوضع. محمد الموسى يقول: سوي دعوة لكل مواطن مسؤول وعين رقابية على شركات وعملهم الغلط، لا تسكتون افضحوهم وارفعوا دعوة عليهم. وعقيل الدليم يقول: مع كل أسف هكذا أعمال فاشلة بامتياز، ومجرد تصرف لهم السلف تباع هذه الأعمال لمقاول ثانوي والقانون لا يحاسبهم، مع كل أسف. فكانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. أبو عمر من بغداد، حياك الله. حياك الله أستاذ أفل، وحيا الله قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله. والتقدم والازدهار لهاي قناة الرافدين الرائعة، ونتأمل إن شاء الله يكون المزيد والمزيد من هاي القناة الرائعة اللي هي صوت العراقيين جميعا. نتأمل أن يكون لها يعني وجودها دائما بالأحداث اللي قاعد تصير عندنا والبرامج اللي قاعد تدعوها للشعب العراقي. هي برامج روح وطنية عراقية، ونتأمل المزيد والتعلق بوجودك يا أستاذ أفل وكل المخرجين وكل الإعلاميين، وإن شاء الله سوف تكون هاي القناة من القنوات اللي هي تخلق للصوت العراقيين الحقيقة والتقدم اللي هو الشعب العراقي متمسك بهاي القناة الرائعة الجميلة الصادقة، هي وكل كادرها البطلة. ونتأمل أن يكون لها مثل ما يقولون فوق القنوات المقرضة، هاي القنوات اللي هي كلها باطلة وما تخلق غير أنه الحب والتملك بأحزابه وسلطته. أما قناة الرافدين هي خاصة للشعب العراقي جميعا، وتحياتي كل إلى كادر قناة الرافدين. أستاذ أفل حياك الله. أستاذ أفل، إحنا بالعراق اللي الخدمات اللي قاعد اللي ما شفنا من 2003 لحد الآن، هاي الخدمات اللي قاعد نشوف اللي نسمع بيها من الشوارع اللي متكسرة ومن الأفرع من كل الأمور، هاي الأمور اللي قاعد تصير عندنا هاي أمور متعمدة ومتقصدة مع يعني المشاريع اللي قاعد تصير عندنا وزارة الإسكان والتعمير أو مديرية الطرق والجسور.
هاي متآمرة مع سلطة الأحزاب أنه تأخذ أموال يعني من قبل ناس تجار عندنا موجودين، يعني عندنا غراب السيارات اللي موجود عندنا هنا اللي هم اتفاقية مع هاي الوزارات اللي قاعد تصير عندنا، يعني ما يبني لك شارع وما يسوي لك يعني بلط لك شارع وما يقدم لك أي خدمة، لأنه يأخذون أموال من التجار اللي عندنا قاعدين يصيروا اللي موجودين عندنا ببغداد ومحافظات، ما يفيدون الشعب العراقي بس دي يفيدون نفسهم. أكو عندنا يعني عندنا أموال يعني كلش قوية ممكن تخلق يعني بغداد يعني بأجمل ما يكون، بس هم ما يريدون بغداد تصير جميلة ورائعة، يريدون بغداد إنه بس أهم شيء عندهم المال وسرقة المال العراقي اللي هذا من 2003 لحد الآن. ومهما كانت إنه هذه سلطة الأحزاب متحكمة بالشعب العراقي، لابد أن يجي يوم وتسحق هاي الأحزاب وعملها الفاسدين ويصير عندنا بنى تحتية ويصير عندنا شوارع جميلة. وتحياتي لك ولقناة الرافدين البطلة. شكرا جزيلا لك إلى كلامك الطيب عن قناة الرافدين، وهذا واجبنا، لا شكر على واجب. شكرا لك أبو عمر. قناة الرافدين اللي صار لها 17 سنة على شاشات التلفاز واللي لها شعبية كبيرة جدا بين الناس، محاربة من قبل الحكومات اللي جت الحكم العراق بعد عام 2003 بسبب عملها الدؤوب على فضح الحقائق أول بأول، وبمناسبة ذكرى تأسيس قناة الرافدين اللي ل 17 بمسيرة الثبات على الخطاب الوطني ونقل صوت العراقيين ومعاناتهم، أنتج لنا قسم التواصل الاجتماعي انفوغرافيك عن هذه المناسبة، وشكرا إلى قسم التواصل الاجتماعي ونشوفه سويا. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي، وهذا جزء يسير من مسيرة قناة الرافدين مع أبناء الشعب العراقي. ولنفس المناسبة غردوا المدونين والصحفيين بمناسبة الذكرى السنوية ال 17 لانطلاق قناة الرافدين الفضائية، وكانت وما زالت هي لسان العراقيين والمدافع الأول عن حقوقهم لكونها اعتمدت خطاب وطني توحيدي وسط زحمة من الخطابات الإعلانية اللي تحمل نزعة طائفية أو مصلحية أو محاصصية أو تبعية، تبعية إلى حزب أو تبعية إلى كتلة أو تبعية إلى دولة أجنبية. ولهذا تصدر ترند العراق اليوم وسم هاشتاغ 17 عام للحقيقة عنوان، أو 17 عاما للحقيقة عنوان. عمر الحلبوسي غرد ويقول قناة الرافدين في عيدها الأغر على مدى 17 عاما كنت أيقونة عراقية مقاومة وشعاع أمل في زحام الضياع وقنديل الحقيقة الذي بدد ظلام التزييف والتحريف. سيخلد التاريخ أن الرافدين كانت وما زالت وستبقى أيقونة الإعلام المقاوم الذي لم يساوم ولم يتخاذل. هاشتاغ 17 عاما للحقيقة عنوان. مصطفى كامل غرد وقال تحية لقناة الرافدين صوت العراق الواحد المقاوم، وهي تحتفل بذكرى انطلاقها 17. حسب هذه القناة أنها رمح مسدد في صدور الغزاة والعملاء، ويكفيها فخرا أن حثالات الأرض التي تتحكم بوطننا شيعة وأكرادا وسنة الاحتلال أجمعوا على معاداتها، سدد الله خطاها.
زياد السنجري يقول قناة الرافدين هي قناة الشعب التي لم تصمت على ظلم وحيف، هي متنفس كل عراقي شريف رافض للاحتلال الأمريكي والإيراني. مبارك ذكرى تأسيسها وشكرا لكم من عمل وساهم في هذه القناة المعطاء. والعميد الركن خليل الطائي كانت ولا تزال صوت الحق ومنبر العراق الحر حفظكم الله. كانت هذه التغريدات على هاشتاغ 17 عاما للحقيقة عنوان. مشاهدينا الكرام، كل من كتب كلمة شكر بحق قناة الرافدين نتقدم له كأسرة لقناة الرافدين بالشكر الجزيل للي قاله. رصيدنا بهذه الحياة هو أنتو، رصيدنا اللي موجود عند الجماهير هو أنتو، محبتكم لنا. كل من كتب شكر إلى من يعمل في قناة الرافدين إحنا شاكرين إليه، كل من يتابع قناة الرافدين ومحب لقناة الرافدين إحنا شاكرين إليه. لكن أقول لك كلمة واحدة بس، إنه لا شكر على واجب. قناة الرافدين أدها مبدأ، ومبدأها أن تقف مع الحق ومع العراق ومع العراقيين، فهذا واجبنا اتجاهكم. أن تتوقعون أنه إحنا متفضلين؟ لا أبداً. وأن أنتم تشكرون من أدنى؟ كلكم على رؤوسنا من فوق. بمناسبة ذكرى 17 لتأسيس قناة الرافدين، هاي مو الحلقة الأخيرة ببرنامج صوتكم، لأن راح نشوفكم باكر بنفس الموعد بحلقة صوتكم من جديد. انتظرونا، في أمان الله.